ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل أكلة جميلة خالص، سهلة لذيذة، بتنفع في كل حاجة، يعني ممكن سندوتشات، ممكن مع مكرونة، ممكن في عيش التورتيلا وتحطي عليها الطحينة والمايونيز والحاجات الحلوة ديت. هي هنعمل فاهيتة الفراخ. فاهيتة بتاعت الفراخ سهلة وبسيطة وجميلة جدا وريحتها تحفة. اول حاجه معانا، انا جايبه هنا كيلو صدور فراخ ومقطعاها زي ما احنا شايفين كده، بصوا تبقى كده الشرايح بتاعتها اهي، تخينه شويه بس حلوه يعني زي كده. عندي هنا التوابل بقى بتاعتها، عندي بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وشويه صغيره من الكمون وملح وفلفل اسود. بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كمون، ملح، فلفل اسود. عايزين تحطوا حاجة تاني انتوا حطوها، بس هي دي الحاجات الأساسية اللي تبقى موجودة للفاهيتة. هحطها بقى كده كلها اهي زي ما احنا شايفين، وهحط عليها شوية صغيرة جدا من الزيت زي ما احنا شايفين كده. وهنبتدي، وعندي كمان فلفل الوان اخضر واحمر، وعندي بصلايه متقطعه جوليان وكده بس رقيقه جدا. هاخد دي وابتدي اتبلها بكل الحاجات اللي انا حطيتها عشان كلها تشرب من بعضها كده. شايفين كلها تشرب كده، كله يبقى فيه. تمام كده، اجيب بولة كده واحطها فيها عشان احطها في التلاجة متاخدش مكان طبعا اهي، ويحركنها شوية، ادي نص ساعة ساعة، ولو من بالليل تبقى احلى كمان. وهبتدي ايه اركنها، ولما اجي اعملها على البوتاجاز هنرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه واحدة واحدة. نبتدي بقى نسوي مع بعض الفاهيتة اللي احنا اتفقنا عليها. اول حاجة هعملها، حطيت صينية على النار تسخن، وهبتدي احط فيها شوية من الزيت كده يسخنوا، مش كتير، مع قطعة صغيرة جدا رقيقة اهي من الزبدة تسخن بس معاها. كده الزبدة بتاعتنا ابتدت تسيح زي ما احنا شايفين كده. هبتدي احط الشاورما الفاهيتا، لازم تكون النار عالية جدا، انت احطها كلها مرة واحدة عشان مش عايزة تنزل منها مية. ومش هقلبها الا لما تاخد لون على الناحية اللي هي محطوطة عليها كده. ابتدي اقلب اهي، خدت وش كده، الريحة بقى من التتبيلة اللي احنا حاطينها خطيرة بصراحة. كده خلاص دول اهو بيضوا وخدوا وش، بس ما نزلوش ميه. شايفين قد الزيت والزبده بتاعتنا زي ما هي. هبتدي اشيلهم بقى،
هبتدي احط بقى الحبه التانيين برضو مش كله مره واحده اهي. زي ما احنا شايفين كده اهو. وبرده مش هقلبها الا لما تاخد لون الناحيه الثانيه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها كده. الجزء الثاني خلاص خد برده اهو نفس الصدمه بتاعتها اهي. صدقوني والله اجمل من بره بكتير بكتير. ممكن تعملي منها برضو تحطيها وتعملي منها فتة اللي هي فتة الشاورما بتاعت الفراخ. ممكن تعملي دي الفهيتة دي نفس الفتة العيش المحمص والرز الاصفر. انا عملت كمان جنبها رز، يعني الفهيتة دي انا عاملة جنبها رز بالخلطة اصفر بالمكسرات. هوريه لكم دلوقتي برضو، بس انت طبعا لسه عاملاه معاكم قريب فانت عارفين طريقتي فيه، فانا هوريه لكم برضو بعد ما يستوي اهو على البوتاجاز. هجيب بقى مكان التحميره ديت او مكان الصدمه بتاعت الفراخ، هحط في عندي فصين ثوم كده اهم فصين صغيرين بالظبط، وهحط معاهم البصل بصلايه واحده متقطعه رقيق قوي زي ما انتوا شايفين كده. تاخد بقى كده من طعم الحاجات اللي احنا حاطينها زي ما احنا شايفين كده. عايزه اوريكم كمان انا عملت جنب الفاهيتة اللي انا شغاله فيها دي، عملت جنبيها رز بالخلطه. بصوا خطير بامانه بامانه، يعني خطير. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب قوي مع المكسرات في الاول بروح محمصه شويه من الايه، من السوداني الابيض الني، مش المحمص اللي انت بتجيبيه من عند الراجل، لا اهو. بصوا بصوا شكله يبقى شبه السنيبر بالظبط، شايفين؟ انا عملت رز بالخلطه جنب الفاهيتة. عايزين تاكلوها بعيش تورتيلا وتحطوها سندوتشات ماشي، عايزينها برز ماشي، بمكرونه ماشي، كله كله ينفع. كده البصله معانا اهي دبلت اهي. هحط معاها الفلفل، فلفل اللي هو الالوان اهو. طبعا هي متبله كويس قوي الفراخ اهي. هحطها بقى مع الفلفل كله كده مع بعضه. دي الفاهيتة بتاعتنا انا بقى هوطي عليها عين صغيرة خالص، وهبتدي ايه انقلها على عين صغيره اسيبها تستوي مع نفسها شويه كده عشان نشوف بقى في الاخر المهم النتيجه الاخرانيه. طبق الفاهيتة بتاعتنا خلص مع الرز اللي بالخلطه اللي انا وريته لكم في الحله. طريقه سهله وبسيطه واكله لذيذه جدا. ده كان الفاهيتة زي ما قلت لكم.
الرز بالخلطه طبعا انتوا كلكم عارفين ان انا بحب قوي احط كمان فيه السوداني مع المكسرات والزبيب والبندق والعين الجمل واللوز، بحب قوي قوي احط معاه السوداني. لازم احمص السوداني شويه مع الزبده والسمنه مع والزيت، وبعدين احط بقيه المكسرات ياخدوا برضو كده، ما احبوش متحمص على الوش، لا بحبه الرز يشرب منه. دي كانت بقى الفاهيتة بتاعتنا، والرز بتاعي اللي بالخلطة محطوط يعني موجود عندكم على القناة، وعملته أكتر من كذا مرة. يا رب يكون الفيديو جميل ويكون خفيف عليكم ويكون سهل، الأكلة بسيطة وسهلة مش مستاهلة واقفة في المطبخ كتير ولا حاجة، زي ما بيقولوا دي أكلة المستعجل أو اللي هو مش فاضي يعني. ففعلا هي أكلة لذيذة حلوة، تاكلوا بقى الفاهيتة، ممكن تعملي منها مع الرز الأصفر ده، ممكن تعملي منها فتة شاورما، بس لأن هي قريبة من الشاورما أو أطعم كمان. ممكن تحطيها في عيش ترتلو مع الطحينة مع المايونيز والكاتشب، البطاطس المحمرة، ممكن تعمليها في عيش فينو زي ما بتجيبيها كده من عند ماكدونالدز. كل الحاجات دي ممكن تعمليها وسهلة، وبتحبوها الولاد كتير جدا. يا رب يكون الفيديو بسيط وسهل وخفيف عليكم وما كنش ضايقتكم، وما تنسونيش بقى في اللايك، اهم حاجة اللايك اللايك اللايك، وتعمليها لها شير، وما تنسونيش بقى في الاشتراك والتعليق. اقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.